بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ناس كتير بتقابلها مشكلة انه لما بيجي يكتب علامة الات بيضغط هنا شيفت اتنين بتكتب له علامة تانية خالص اللي هي علامة التنصيص اللي هنا المشكلة دي حلها ببساطة ان انت تضغط على المفتاح اللي مكتوب عليه فانكشن وفي نفس الوقت تضغط على المفتاح التاني اللي مكتوب عليه نملوك وبتتحل معاك المشكلة ان شاء الله بمنتهى البساطة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته